مرحبا 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 عسلامه عسلامه فريموز عسلامه الناس كل عسلامه مرحبا بكم في استوديو رقص. I have a question for you. In the age of technology, what does it take to have people like me and you listen and have them stop and take an action? بلشت بهذه المبادرة سنة 2018 كمحاولة لتعويض النقص الحاصل ببرامج التعليم الموسيقي بالمدارس، وخصوصي بعد جائحة كورونا اللي تسببت بإلغاء معظم حصص التعليم الموسيقي للمناهج المبنية. على مدى سنة ونص قدرت هذه المبادرة من خلال 28 درس 28 ملف موسيقي بتراتبية أكاديمية وباللغة العربية أن تخلق فرصة لأي حدا بحب يتعلم موسيقى ما في عنده القدرة أن يجيب أستاذ برايفت أو أنه يروح على معهد فترة كورونا بعد الأقفال التام أنه يتعلم من بيته بطريقة منهجية مستمرة. بيروت بوديز هو عبارة عن مشروع فني تدريبي بتوجه لفنانين شباب عم بيعيشوا ببيروت بهيدي الفترة الصعبة. الهدف من المشروع انه يكون عم بيخلق مساحة آمنة تجمع هودي الفنانين ضمن ورشة عمل رح يكون عم بيطوروا تقنياتهم المسرحية والحركية من خلال تمارين الرقص، تمارين المسرح الحركي، الصوت، وكذلك الأمر رح يكونوا عم بيكتبوا قصصهم، وهيدي القصص اللي رح نجمعها بالآخر لتكون عم بتشكل النواة الأساسية لعرض مسرح كبير رح يكونوا عم بيقدموه بآخر هيدي الورشة. Art of Change is an urban art institute that collaborates with artists to create a vibrant artistic and creative hub. Under the Underline project, Art of Change, in collaboration with international and Lebanese artists, worked on the Ruins exhibition, in which the walls within an abandoned building have been covered with these artists' work to rethink the idea of ruins and the connection between past and present. Art of Change is also working on several community engagement projects with underprivileged children to encourage artistic skills and to provide them with an outlet of expression. مشروع نيزك هو مشروع بيتضمن مجموعة من النشاطات والأعمال الثقافية الفنية يلي بتهدف لكسر الضعف والتهميش العايشين والفنانين والفنانات من خلال خلق مجتمع آمن وشبكة بتساهم بعرض أعمالهم وجوانبهم الفنية على فئات مجتمعية أوسع. كوننا مجموعة من فئة شبابية منشتغل ضمن شبكة بالإبقاع، بدأت فكرتنا لما قررنا نبطل نفتش على مكان ننتمي إله، إنما نحن نبني هالمكان حسب إيماننا وقناعاتنا ورؤيتنا. باركون يتمثل ولا يطمح إلى توفير مساحة آمنة وحرة للتعبير بكل حرية وبدون رقابة. الباركون موجه لكل الشبان، لكل الفنانين بدون أي حدود جغرافية. لما جيت الكوفيد بانديميك واللوكداون استحالت الحكاية هذه، ولذلك حبينا نواصله. من أهم القضايا التي أحاول معالجتها في أعمالي الكوريغرافية والنقاط المطروحة فيها مسألة الجنسانية في الإسلام، مسألة الجندر، يعني المسألة الجندرية، مسألة كذلك صورة الرجل الراقص خاصة في المجتمعات العربية المحافظة. ومن هنا يأتي العمل الكوريغرافي الجديد الذي أقدمه اليوم لكم، والذي يعني وضعت له عنوان أنا مجرد صورة وجسدي ليس لي. احنا اليوم في إطار مشروع اسمه جدارية الأمل، واللي هو تعبير كامل من 2015 لليوم، سميناه احنا في الجمعية برنامج إصلاح المنظومة التربوية، واللي هي نقوم فيها بتزويق وإقامة أو إنشاء جداريات على طريقة
الجرافيتي او تاريخ الرسومات او غيره. والهدف بتاع المشروع هذايا هو التدخل في المؤسسات الثقافية من أجل الاحتكاك بالمراهقين والمراهقات اللي هما فئة حساسة في المجتمع واللي هما يمثلوا كذلك الجيل القادم. تنشط الجمعية في عديد الولايات من تونس، الجمهورية التونسية، وعندها ثلاثة أقسام رئيسية: سينما المواطن المتجولة، أكاديمية شباب راس لانتهاكات حقوق الإنسان، والفضاء الثقافي مانديلا. الجمعية أيضا عضو في عديد الشبكات الإقليمية والدولية والوطنية التونسية، وتشتغل أساسا على الثقافة في خدمة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. احنا مقدمين على مشروع ورشة عمل رقص وحركة اسمها السلام من خلال الحركة. في هاي الورشة راح نقدم للمشاركين، راح يكونوا تقريبا بحدود 8 مشاركين، راح يستمروا معنا لمدة شهر، وراح نساعدهم ونساعد بعض بشكل عام لننتج قطعة فنية أدائية تحكي عن مواضيع السلام من خلال الحركة. احنا بارتفيجن اسسناها لحتى ندرب الشباب على المسرح والرقص والموسيقى. كثير من الشباب بيلاقوا صعوبة لحتى ينضموا لهذا المجال بسبب التكلفة العالية بهذا المجال او بسبب قلة المهارات عند هذول الشباب. البرنامج اللي حنستغله مع بريميوز هو برنامج تشاركي مع عدد من الشباب اللي دولهم معرضة او تعرضت للحروب بشكل عام، وحتكون ثيمة العرض هي السلام. ارسل لي بطاقة بريدية هو مشروع صناعة مكان فني ضمن مبادرة مساحة الحي لصناعة المكان. هذا المشروع هو جزء من المشروع الأول للمبادرة الموجود في الصيفة، بيهدف على التركيز على ابتكار، مناقشة ومشاركة الفن من خلال عمليات مبتكرة تكاملية ومحفزة. Phase number one, which we will be implementing with the Free Muse mini grant, with the help of volunteering artists and social media agents and organizations, to create a curriculum that offers both soft and hard skills. I believe by offering a structured and concrete training for local NGOs, it will ensure that they have the ownership and the agency of their advocacy to advocate better for a real change among the society. هذا المشروع اللي عم بشتغل عليه اسمه Chapters Late Night Thoughts، هو عبارة عن سلسلة من الأغاني القصيرة المصورة اللي بتحكي عن تأثير COVID-19 على حياتنا وعلى صحتنا العقلية، على طريقة كيف عم نفكر. يعني هو عبارة أكثر عن تساؤلات. تخيل تصحى بيوم تلاقي الكون صار مختلف، أوروبا عم تتشتت والوطن العربي متحد. تخيل إني وعيت بلا خراف ستي، كان ما كنتش بعرف إنه فلسطين ملكي. تخيل فيش مشاكل والكل بس متصالح، المخلل طعمه عسل والتفاح طعمه مالح. تخيل نمت مبارح وصحيت باليوم اللي قبله، واليوم بنزل شغل من دون ما أكمله. تخيل إني فجأة صرت شخص مفيد، بدل ما أعمل سامبلز بحمل دامبلز وحديد.